السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد إن شاء الله في قناة لمسات جميلة. لأول مرة يشاهد القناة ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ابوني وتفعلوا ذاك الجرس باش يوصلكم كل فيديوهات إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طويجين ديال السنور، كيجي رائع بواحد الشرمولة اللي زوينة بزاف، ولكن تابعوا معايا طريقة التحضير بإذن الله. أول حاجة كناخدو الحوت ديالنا ديال السنور على حسب أفراد الأسرة اللي عندكم، كنطلقوا في شويه ديال الماء والخل تقريبا واحد 6 ديال الدقائق حتى لسبعة باش كيطلق لينا واحد الماء ابيض، كنحيدوه وملي كنشرمله كنديروه في الطاجين ديالنا كيعطينا واحد المريقه خاطره وزوينه. من بعد ما سلقت الحوته ديالي، هو ضروري كيتسلق هذا السنور معروف. بالنسبه للشرموله كناخذوا معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي معلقه صغيره ديال الكمون وراس المعلقه ديال البزار، فلفله حمراء معلقه صغيره حلوه، الا كنتو كتبغيو الحار ممكن تضيفوا الهريسة او الفلفلة الحارة. بالنسبة للقزبر والمعدنوس الثومة، عندي 3 ديال الفصوص ديال الثومة، عندي نص كاس صغير ديال اتاي، هادو دي كيسان ديال اتاي ديال الصحراء اللي كنديروهم حنا، اتاي عصير ديال الحامض عمرتو بالعصير ديال الحامض غير نص كاس فقط. بالنسبة للبصلة عندي بصلة صغيرة مشلضة. بالنسبة للزبيب راه كتشوفوا الكمية عندي نتوما على حسب الكمية ديالكم، باش ما كانتش فيه الزبيب مزيان كيجي حلو وكيجي زوين. كندير الزيت البلدية والزيت الرومية قياس ديالكم عينكم ميزانكم، شوية ديال الملحة، وكنخلط الشرمولة ديالي بالحامض اللي معصر وبشوية ديال الماء. من بعد ما كنشرمل الحوت ديالي كنخليه تقريبا واحد 10 دقائق، كنغطيه ونخليه. عندي هنايا واحد الجزرة مقطعة على شكل دوائر كنفرشها للطاجين، منها كتطلق لينا الحلاوة في المريقة منها باش ما يتلصقش لينا الحوت ديالنا. من بعد ما كنستفو الحوت ديال السنور ديالنا كنشرملوه مزيان بشرمولة مع البصلة ديالنا مزيان، وكنضيفوا عليه الزبيب من الفوق، وانتم على حسب الحاجه بغيتوا تضيفوا الزيتون ضيفوه. بغيتوا تكتفيوا غير بالحامض والحار من الفوق والزبيب، داكشي اللي درت انا في الطاجين حتى هو كيجي زوين. نديروا الطاجين ديالنا نقادوه ونديروه يطيب، وان شاء الله بقاو معايا باش نشارك معكم واحد السلطه كتجي زوينه حتى هي بحريه وصيفيه في نفس الوقت. اللي كان مجننا حنا منه ومنا، قالوا انه تخيم عنا ويلي معروس وتحنا. ساكن بالي ساكن بالي ساكن بالي، عارف حالي عارف حالي وعارف حالي. ساكن بالي ساكن بالي وساكن بالي، عارف حالي عارف حالي وعارف حالي. جننا حنا منو ومنا، قالوا انو تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا. دايرتي كان مجننا حنا منو ومنا، قالوا انو تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا. ساكن بالي ساكن بالي وساكن بالي، وعارف حالي عارف حالي وعارف حالي. ساكن بالي ساكن بالي وساكن بالي، وعارف حالي عارف حالي وعارف حالي. We'll be right back.
ودابا غادي ندوزو للسلطه البحريه ديالنا اللي ساهله ما فيهاش مقادير كثيره وما فيها حتى شي صعوبه. عندي نص كاس ديال الرز ديال العنبه كنديرو في الماء كيتسلق مع طريف ديال الزبده وشويه ديال الملحه باش كما كيتعجنش لينا كيبقى زوين. كندي هنا القزبر ومعدنوس تقريبا ملعقه كبيره بين القزبر ومعدنوس مخلطين. كندير شويه ديال الزيت بلديه وعندي هنايا المحار اللي هو البوتروك من بعد ما مسلوق ومنقي مزيان ومغسول وكنصوطيه مع شويه ديال الثومه والقزبر ومعدنوس شويه ديال البزار شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وشويه فقط ديال الخرقوم. كنشحر مزيان هاد المحار طايب هو والرز طايب غير كنصوطيهم في المقله مزيان كنشحرهم حتى كيندمجوا مزيان وكنقدموها في طبيصلات هكذا مع الطبيجين ديالنا ديال الصنور كتجي رائعه ما شاء الله. انا هنايا ضفت لها شويه شويه ديال المايس كتعجب بنيتي وكتعجب راجلي. هنايا هاد السلطه هادي مع المايس كتجي رائعه. ممكن ديروا اضافات اخرى ممكن تزيدوا اي نوع من السمك ممكن تزيدوا الاخطبوط مقطع طريفات صغار ممكن تزيدوا الكالامر كذلك على حسب الرغبه. المهم انا اللي عندي اكتفيت به كتجي زوينه ولذيذه وصافي كنقدموها في طبيصلات سخونه وكتكل حتى بارده. وبصحتكم وراحتكم كنتمنى اليوم الغداء ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا شي شويه وغادي نتشارك معكم باذن الله الطبيله كيف جات مع العصير ديال الحامض والليمون كيجي حتى هو زوين مع شويه ديال السلطه ديال البطراف او البربا مقطعه حتى هي طريفات. وفي العشيه مشينا دوزناها العشيه دوزناها في البحر مشينا للجزيره تبحرنا شي شويه دوزنا العشيه ديالنا ورجعنا. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم ما تنساونيش باللايك للفيديو واشتراك القناه وفيديو وبطبيعه الحال تعاليقكم الزوينه اللي ديما كتفرح. والى اللقاء مع تحياتي. يا خوتي حلو جحدان.